السلام عليكم، نشرة مفصلة للأخبار. أهلا بكم. بداية ومواصلة لزيارته التفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر رمضان المعظم، قام السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات البحرية، حيث التقى بإطاراتها ومستخدميها. أحمد خيردين. عقب مراسم الاستقبال من قبل اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية، وقف السيد الفريق أول وقفة ترحم على روح الشهيد البطل سويداني أبو جمعة الذي يحمل مقر قيادة القوات البحرية اسمه، أين وضع إكلينا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار. عقب ذلك كان للسيد الفريق أول لقاء مع إطارات ومستخدمي قيادة القوات البحرية، ألقى خلاله كلمة توجيهية بثت إلى كافة مدارس ووحدات القوات البحرية عن طريق تقنية التحضر عن بعد، هنأهم في مستهلها بعيد النصر الموافق للتاسع عشر مارس من كل سنة، داعيا إياهم للترحم على أرواح كافة شهداء الجزائر. ولا يفوتني وبلادنا الغالية تحتفل اليوم بالذكرى عيد النصر الموافق ل 19 مارس من كل سنة أن ننحني بخشوع وإجلال أمام أرواح شهدائنا الأبرار الذين تعاقبوا على الاستشهاد منذ أن وطأت أقدام المستعمر البغيض أرض الجزائر الطاهرة، وكذا شهداء الواجب الوطني الذين تصدوا للإرهاب بروح وطنية عالية وبشجاعة فائقة، وحفظوا بأرواحهم الشريفة على مكسب استقلال الجزائر وعلى طبيعها الجمهوري. السيد الفريق أول أكد أيضا بأن إطارات ومستخدمي القوات البحرية الجزائرية مطالبون بالتحلي بأقصى درجات الجاهزية الدائمة والحس الرفيع بالمسؤولية في أداء المهام المخولة لهم. إنه وبالنظر لخصوصية المهام الموكلة للقوات البحرية ومرتبطة أساساً بمميزات الموقع الجغرافي لبلادنا الذي يطل على الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط المتسم عبر التاريخ بطابعه الاستراتيجي والحيوي، ليس لكونه شرياناً أساسياً للتجارات الدولية والتواصل الإنساني فحسب، ولكن أيضا لكونه مجالا للتنافس العسكري والاستراتيجي بين القوى الفاعلة في العالم. قلت فبالنظر لذلك يصبح من الحتم على قوتنا البحرية باعتبارها جزءا أساسيا من مكونات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي أن تؤدي المهام المحورية المخولة لها بجاهزية عالية وبروح متحفزة وحس رفيع بالمسؤولية. السيد الفريق أول حث الجميع على مواصلة نهج العمل على تطوير وعصرنة القدرات القتالية للقوات البحرية. فبهذا الحس الرفيع أجد من واجبي إعادة تذكيركم اليوم بضرورة مواصلة الأشواط التي قطعناها معا خلال السنوات القليلة الماضية، والتي نأمل
أن تتوج بربح رهان إضفاء الطابع المهني والاحترافي على أدائها وعصرنة وتحديث القدرات القتالية والعملياتية لقوتنا البحرية، لا سيما من خلال بناء السفن البحرية بأياد جزائرية وتطوير صناعة بحرية محلية. في ختام اللقاء استمع السيد الفريق أول لتدخلات مستخدمي قيادة القوات البحرية الذين أسدى لهم جملة من التعليمات والتوصيات المتعلقة بمجال الاختصاص. شكرا لك، أتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله. وفي ذكرى عيد النصر نظمت الإذاعة الجزائرية ندوة نقاش ضمن سلسلة ليالي الأفكار والتي تزامنت والذكرى 17 لتأسيس إذاعة الجزائر الدولية تحت شعار إذاعة الجزائر الدولية من انتفاضة 2008 إلى طوفان الأقصى ثبات المعالجة من ثبات المواقف، حيث تركزت المداخلات حول مسار الإذاعة الدولية ودورها في إيصال صوت الجزائر ومواقفها تجاه القضايا العادلة في العالم. وبالمناسبة تم تكريم شبكة مراسلي الإذاعة الجزائرية بتقديم شهادة تقديرية لمراسل الإذاعة من الأراضي الصحراوية نيابة عن كل المراسلين عرفانا بمجهوداتهم في إيصال صوت القضايا العادلة. وقد حضر الندوة وزير الاتصال الدكتور محمد العقاب ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي سعيد والمدراء العامون لكل من التلفزيون الجزائري، الإذاعة الجزائرية، وكالة الأنباء الجزائرية، مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، إلى جانب رئيس سلطة ضبط السمعي البصري بالنيابة وممثلين عن سفارتي فلسطين والجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر. احتفالية إعلامية سياسية متناغمة مع طبيعة الإذاعة الدولية، أطفأت يعني شمعتها 17 وأوقدت أو أشعلت شمعتها 18، وهذا معناه أن الإذاعة الدولية هي في عمر الشباب، وعمر الشباب هو عمر العطاء. إذن منذ البداية كانت إذاعة قوية، الآن في عمر الشباب نتمنى لها مزيد من العطاء، مزيد من التقدم. أشكر الزملاء في إذاعة الجزائر الدولية على اختياري هذه المناسبة أولا، اللي هي مناسبة يوم أو عيد النصر، ثم اختيار الموضوع الذي يعتبر قلب ما أوجدت إليه إذاعة الجزائر الدولية. هي ليست فقط صوت الجزائر في العالم، ولكنها أيضا صوت القضايا العادلة في العالم. كل التحية للشعب الجزائري ولرئيسه الذي كان له مواقف مشرفة، كل التحية لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري العظيم على مواقفه الخالدة والتي سطرت بأحرف من ذهب في زمن الخذلان والتراجع. وبالمناسبة دائما شكل موضوع مسيرة أسد الثورة كريم بالقاسم من الحركة الوطنية إلى مجموعة الستة التاريخية إلى اتفاقية إيفيون محور منتدى الذاكرة الذي نظمته جمعية مشعل الشهيد بالتنسيق مع جريدة المجاهد. المنتدى نشطه المجاهد يوسف مصال ممثل رئيس مجلس الأمة والباحث بوخالفة أمازيت الإعلامي وكاتب سيناريو مسلسل كريم بالقاسم. حرصا على التكفل الأمثل بالمسافرين خلال هذا الشهر الفضيل خاصة أصحاب المسافات البعيدة، سطرت المحطة البرية الخروبة برنامجا خاصا بتكثيف الرحلات مع توفير مطاعم الإفطار. عبد السلام حباس. برنامج استثنائي سطرته شركة صقرال بمحطة خروبة البرية خلال شهر رمضان، وذلك برفع عدد الرحلات اليومية نحو جميع الولايات من أجل ضمان نقل المسافرين. كاين ترونسبور فير مدا في خروبه غير هو ترونسبور، وكاين الوقت الاوقات الكل كاينين في مدينه، كاين الفطور ما شاء الله هنا الولاد يتهلاو فينا زياد حالي بيان امورنا مريق لا رحمه ربي. الترونسبور متوفر وميم طون شت حاجه شابه لداخل وين كاين وين تفطر
سواء تحب بدراهم تحب باطل. مطعم إفطار الصائم مبادرة نظمتها شركة صقرال بالتعاون مع الفاعلين في المجتمع المدني للحرص على تنقل المسافرين قبل وبعد الإفطار في أحسن الظروف. حوالي 300 وجبة في المحطة البرية الخروبة بالتنسيق مع عدة جمعيات خيرية أخرى. كاين حتى اللي يكون ديبار تاعهم قبل المغرب يجوا نعطولهم قدايا وجبات اونبورتي يديوهم معاهم. بلغنا عدد 10000 افطار 10000 صائم على مستوى المحطات البريه بالتنسيق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني. الايام العاديه عندنا 3000 رحله بالتكثيف تصل الى غايه 5000 رحله يوميا. ايضا هنالك تعديل لبرنامج الرحلات حيث قامت مؤسسه صقرال بتعديل البرنامج العام للرحلات حيث حولنا الرحلات التي كانت بين 3 مساء الى غايه 7 مساء حولناها إلى الفترات الليلية لكي تتناسب مع ساعات الإفطار. التكفل الأمثل في العدد الهائل من المسافرين هو ما تسهر عليه شركة تسيير واستغلال المحطات البرية من خلال جاهزيتها لضمان خدمة نوعية. دوليا وفي تطورات العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة استشهد 27 فلسطينيا وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال الصهيوني على بناية تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع. كما تعرضت منطقة السدرة شرقية مدينة غزة لقصف أسفر عن استشهاد 20 مواطنا بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شققا سكنية وسط المدينة التي شهدت قبل ذلك مجزرة مروعة راح ضحيتها 30 فلسطينيا على الأقل في غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني عند دوار الكويت على تجمع للفلسطينيين كانوا يؤمنون نقل المساعدات الإغاثية نحو الشمال. في غضون ذلك توقفت المولدات الكهربائية بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح ما أدى إلى استشهاد مريضين بعد نفاذ الأكسجين. الغارات الجوية التي لم تتوقف طيلة يوم أمس شملت معظم مناطق القطاع وأسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين. مراسل تلفزيون الجزائري من غزة وسام أبو زيد. هذا الطفل الفلسطيني هو واحد من بين عشرات الأطفال الفلسطينيين استشهدوا في سلسلة غارات إسرائيلية جديدة على غزة بدءا من بيت حنون شمالا وصولا إلى مدينة رفح جنوبا والتي يضعها الاحتلال في بنك أهدافه خلال حملته العسكرية المستمرة للشهر السادس على التوالي. ما نعانيه اليوم من استهدافات مباشرة على طول قطاع غزة من جنوبها إلى شمالها الآن استهدافات متتالية للمدني العزل شقق مدنية من يصلنا إلى المستشفيات هم أطفال هم نساء هم حوامل هم شيوخ من يستهدف اليوم هو كل ما هو فلسطيني على هذه الأرض. الغارات الإسرائيلية على رفح استهدفت بنايات سكنية ومنازل من عدة طوابق خلال ساعات السحور فجرا في محاولة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين خلال تجمعهم على موائد رمضانية. كان بيجهزوا في السحور يأكلوا يتسحر ما هم طالعين يجيبوا يشربون دبوها ولا لحقوا يعملوا حاجة لسه السحور بالضبط على أجواء رمضان. يقول الله يا شعب اللي شايفينه يقول الله. يأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتلال حصاره لمجمع الشفاء الطبي بغزة وارتكابه سلسلة مذابح بحق النازحين والمرضى بعد أن قام بقتل نحو 50 شهيدا فلسطينيا واعتقال 200 آخرين. ما يجري الآن هو تقويض الحركة الطبية العاملة في قطاع غزة واستهداف جديد ضمن جرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأة ومسمع من العالم أجمع. ما يحدث هو التنكيل بالطواقم الطبية وبالمرضى والمصابين وارتكاب العديد من جرائم القتل والإصابة والترويع. فالعدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر استهدف من خلال الاحتلال عشرات المستشفيات الفلسطينية والمراكز الصحية في محاولة منه لأن يقتل أيضاً كل شيء يمكنها أن يبقي فلسطيني على قيد الحياة. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.
وفي ملف الصحرائية الغربية، وفي ظل استمرار انتهاكات نظام المخزن المغربي ومواصلته نهب المقدرات والثروات الطبيعية بالمناطق الصحراوية المحتلة، تسعى الجمعية الصحراوية لنيازاك جاهدة للتعريف بتجاوزات النظام المغربي وإقدامه على سرقة الثروات الطبيعية التي هي حق أصيل وثابت للشعب الصحراوي. عمر تواكين. لتسليط الضوء على سلب الممنهج للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من طرف نظام المخزن المغربي، تسعى الجمعية الصحراوية للنيازك للتعريف به، خاصة في ظل مطالبات عديد المتضامنين الأجانب بضرورة إلغاء جل الاتفاقيات المنتهكة لاستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. حينما نتحدث عن بلد ما، فنحن لا نتحدث عن السكان فقط، ولكن نتحدث أيضا عن الموارد الطبيعية والثروات التي يمكن العثور عليها، مثل الغاز الصخري على سبيل المثال، وموارد لا توجد في بلدان أخرى. أمر مذهل أن يشارك معنا أناس يعيشون فيها الظروف الصعبة، وأود أن أشكرهم على الوقت الذي منحوه لنا. نحن نعرض هذا المقر الذي تم افتتاحه تزامنا مع عيد الجمهورية لدراسة نماذج من بقايا النيازك بالصحراء الغربية والتي وجدها الصحراويون، ونحن نعمل على الحفاظ عليها لأن الملكية تعود إليهم، وأعتقد أن النظام المغربي يحاول الادعاء بملكيتها. أنا سعيد بوجودي هنا، وسنعمل على المحافظة على هذا الإرث الذي هو دليل على وجود إرث صحراوي. هذا الفضاء يعد نافذة للتعريف بالمقدرات الطبيعية التي تزخر بها المناطق المحتلة بالصحراء الغربية. أحسيت على أهمية النيازك وقيمتها العلمية وحمايتها من الاحتلال المغربي، نهبها ويقوم بتصنيفها على أسماء أنها دولة المغرب وهي عكس الصحراء الغربية. هي إحدى جبهات النضال التي يرافع فيها الشعب الصحراوي للحفاظ على ثروات بلدهم منذ عقود. إلى الرياضة، حيث يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته بقيادة الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش ضمن التربص الإعدادي للدورة الدولية سيري فيفا الجزائر 2024 بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، وذلك بمشاركة جل العناصر الوطنية. إسماعيل ميلوتي. بعد إعادة ترتيب أمور المنتخب الوطني لكرة القدم، العمل الميداني مع المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش بدأ من خلال أول تربص تحضيري خصص للتعارف والعمل النفسي، وبمجموعة جمعت بين الخبرة والشباب، ومن بينهم خمسة عناصر تتواجد لأول مرة مع الخضر على غرار قندوسي، قطان، حجموسة بقرار ومدني، الحافز لديهم فرض أنفسهم وتقديم الإضافة اللازمة. الحمد لله، هذه كانت اول استدعاء واول تمرين مع اول انتريمو مع الناخب الوطني الجديد، وين احنا الحمد لله لوبي تاعنا واحد اللي هو المنتخب. كأول استدعاء لي، الاستقبال كان جيدا، تحدثنا كثيرا مع اللاعبين القدامى وانا فخور بتواجدي مع المنتخب. ان شاء الله نقعد ندير بزاف لي سيليكسيون، نعاون ليكيب سي مون اوبجيكتيف اي جوفي تو دوني بور. عناصر أخرى تعود لصفوف الخضر، أبرزها ياسين إبراهيمي وبالرحمة اللذان يعول عليهم الناخب الوطني كثيرا لتقديم الإضافة اللازمة في قادم الاستحقاقات بداية من الدورة الدولية التي ستنظم بالجزائر. الحمد لله، شو كونتون تري كونتون دتر. انا جد سعيد بعودتي للمنتخب، بدات التدريبات مع اخوتي ونحن مستعدون للتحديات المقبله من اجل تحقيق الفوز et de participer aux prochaines échanges inchallah des matchs pour gagner inchallah. تنتظرنا مباراتان وديتان، ويجب علينا الفوز، خاصة مع العناصر الجديدة والمدرب الجديد الذي من دون شك سيطبق فلسفة جديدة ويجب التأقلم معها ورفع التحدي. قطار المنتخب الوطني ينطلق من جديد، ومحطة دورة الفيفا ستكون مهمة للمدرب بيتكوفيتش من أجل معاينة لاعبيه والاحتفاظ بأسماء سيجدد فيها الثقة تحسبا لتصفية كأس العالم المقبلة. ولحساب تسوية الجولة 17 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، تعادل فريقا نجم مقرى وشباب بلوزداد بنتيجة بيضاء 0-0. وفي مباراة مؤجلة عن الجولة 18 فاز سهرة أمس فريق اتحاد الجزائر على وفاق ستيف بهدفين مقابل 0، على أن تلعب مباراة متأخرة الثالثة اليوم بين النجم بن عكنون ومولودية الجزائر.
نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.